مرحبا بكم، يعني شرفني أقدم لكم يعني لمحة عامة على المشروع القانوني الأساسي اللي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وكنا نعرفه يعني المشروع هذا جاء في إطار تفعيل الفصل 46 من الدستور اللي ينص على أنه على عاتق الدولة اتخاذ كل التدابير للقضاء على العنف ضد المرأة، ومن بين التدابير الأولى هو المجال التشريعي، لا سيما وأن الدستور نص على هذا الحق المرأة في حمايتها من العنف والقضاء عليه، يترتب على ملائمة التشريع الوطني الحالي. والتشريع الوطني للمجلة الجزائية هي قاصرة في عديد المجالات، ومشروع القانون جاء ليتلافى هذا النقص، وأيضا للتجديد على المستوى يعني الجرائم المستحدثة. أيضا هو مقاربة شاملة. ما معنى مقاربة شاملة؟ أنه لا يعتمد على مبدأ التجريم والعقاب، بل يعتمد أيضا على الوقاية، لأن الوقاية هي حلقة مفقودة في 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 المنظومة الحالية باعتبار تركز فقط على العقاب فقط. المشروع الحالي أعطى أهمية للوقاية، وبالتالي يعني تربية النشر على ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمواطنة وثقافة اللاعنف واحترام الآخر. أيضا في المناهج التربوية سيقع إدراج هذه المضامين. وأيضا من الأهمية بالمكان كل الأشخاص اللي عندهم يعني صلة بالمرأة ضحية العنف، سواء من قضاة، سواء من أعوان ضبط العدلية، سواء من خبراء، سواء من مهنيين، يعني يتدربون في هذا المجال حتى نعرف كيف نتعامل مع النساء ضحايا العنف. باعتبار أنا يعني من خلال أنا كتجربتي كقاضية، يعني يجب تدريب القضاة وكل المهنيين في كيفية التعامل مع ضحايا العنف، لا سيما ان الاضرار خاصه بالنسبه للاعتداءات الجنسيه هي اضرار جسيمه لا يمكن ان يقع البوح بها بصفه تلقائيه امام سواء الضابطه العدليه او امام القاضي. فالخبراء هم لهم التقنيات العلمية الميدانية حتى يمكن يعني معرفة مثل هذه الأشياء. هذا على المستوى قلنا على المستوى الوقاية. أيضا بالنسبة للتجديد على مستوى التجريم، يعني المجلة الجزائية الحالية تمكن في صورة الاعتداء في صورة مواقعة أنثى برضاها سنها أقل من 20 سنة إمكانية أنه الجاني يتزوج بها، وهذا يعتبر عنف في القانون باعتبار أن هذا الزواج ليس مبني على الرضا من المرأة من الفتاة، بل جاء نتيجة هذا الضغط وهذه الجريمة التي سلطت عليها فأنها تقبل بهذا الزواج كرها. والقانون يساعد الجاني من الإفلات من العقاب بما أنه يمكنه من الزواج، فتم تلافي هذه الثغرة القانونية. وكما يعني ذكرت أنه في دول عربية مثلا المغرب مصر ألغوا مثل هذه القوانين والفصول الجائرة. أيضا على مستوى الجرائم خاصة الجرائم الجنسية التي تكون في الفضاء الخاص، المجلة الجزائية الحالية هناك ما يسمى باللاسيس، يعني الفواحش بين المحارم، ليس هناك نص صريح يعني يجرم، هناك نص عام يدخل في إطارها كجريمة حق عام، لكنها هي جريمة خاصة وبالتالي وضعنا لها يعني التجريم خاص. وأيضا يعني جرمنا يعني عقوبة مشددة إذا كان هذه الجريمة مورست على الطفل، باعتبار هذه الجريمة يمكن أن تكون بين رشداء أقارب، لكن إذا كان أحد الطرفين أشخاص عملنا يعني عقوبة مشددة. وأيضا بالنسبة للجرائم اللي يكون فيها الطفل ضحية، تم اعتبار السريان سقوط هذه الجرائم يقع التمديد فيها لا تسري إلا من تاريخ بلوغ سن الرشد، باعتبار تلك السن تمكنه من أن يمارس حقه. وعديد
الاعتداءات الجنسية تصل في تكون في صل أولى من ولا يقع البوح بها، وعندما يقع البوح بها تكون قد سقطت بمرور الزمن. فإذا ما مددنا فإن ذلك تمثل له حماية. أيضا على مستوى القضاء، القانون الحالي لا يمكن القضاة من اتخاذ قرارات حماية للمرأة ضحية العنف، وبالتالي يعني هناك قصور على مستوى التعهد بالمرأة ضحية العنف أمام مرفق العدالة. فتم يعني تلافي هذه الثغرة وإسناد القضاء الصلوحية والاختصاص أنه يصدر قرارات الحماية. وكنا نعرف عديد الجرائم لو كانت هناك آليات لحماية هذه المرأة، مثلا منع الجاني من الاقتراب من الضحية، إلزام الجاني من مغادرة محل الزواج، فعديد فإن ذلك سيمكن من حماية المرأة من العنف الذي يصل في عديد الأحيان إلى جرائم القتل. وبالتالي يعني تم التلافي مثل هذه. أيضا على المستوى المؤسسات فإنه سيقع يعني إحداث مراكز آمنة عمومية لنساء ضحايا العنف، باعتبار أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة. أيضا المجتمع المدني، هناك مبادرات يعني لإيجاد مثل هذه المراكز، والمقاربة التي ستعتمدها الوزارة، هذه المراكز العمومية ستكون إدارتها إدارة مشتركة بين القطاع العام والقطاع العمل الجمعياتي، باعتبار يعني التجربة والتراكم التجربة للجمعيات المدنية في تونس في العناية بالمرأة ضحية العنف. وأيضا سيقع أحداث مرصد وطني في مجال يعني لرصد العنف ضد المرأة حتى نعرف يعني المؤشرات الصحيحة والأحصائيات الصحيحة، بما يمكننا من إيجاد السياسات وأيضا رصد الاعتمادات المالية لمواجهة هذه المسائل. بالنسبة للمسألة هذه يعني هو تنظمها مجال الأحوال الشخصية، وباعتبار احنا يعني في إطار يعني في إطار المجال الجزائية والنصوص المتعلقة بها يعني لم يقع التطرق إليه، لكن هي في مجال آخر سيقع النظر في تنقيح مجال الأحوال الشخصية، والأكيد يعني سيقع التطرق إلى مثل هذه المسائل، وهي تكون محل استشارة موسعة. وكل ما نأمله أن يكون هذا المشروع القانون هو مشروع المجتمع التونسي، لأن قد نختلف في مسائل فرعية، لكن المسائل الأصلية التي تهم حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأسرة فلا يمكن أن نختلف بها، تكون قاطرة نحن معا لمجابهة هذا العنف ضد المرأة. ويعني بالأمس المركز الوطني لكريديف قدم دراسة، أول دراسة ميدانية في خصوص العنف ضد المرأة في الفضاء العام، وبينت الدراسة 53 بالمرأة يعني أكثر من يعني أكثر من نصف يعني من مرأة تتعرض إلى العنف. ورأينا العنف اللفظي، العنف المعنوي يأتي في الصدارة. لماذا يأتي في الصدارة؟ لأن ليست هناك يعني العقوبات في هذا المجال كتحديدا، هناك نص عام لكن ليس هناك نص خاص في هذا المجال. أيضا العنف الجنسي جاء في المرتبة الثانية، والعنف الجسدي جاء في المرتبة الثالثة. وبالتالي مدى أهمية يعني إلى هذه المستجدات الجديدة في تنقيح القوانين حتى تكون مواكبة للمستجدات الجديدة للمجتمع التونسي، ونحمي بلادنا من هذه الآفات.